من الحاجات اللي انا بفكر فيها برضو ان احنا نعمل للشباب دول بقى حاجه، يعني بفكر في كده حاجه، منها من اهمها انه التراث الانساني ده اللي احنا بنقراه كله، اللي بيشكل ما يسمى بالعقل المتمكن ومسمى بالذائقه الجماليه، الفنون والاداب وكلها، بدءا من افلاطون لغايه دلوقتي لخصه في كتب صغيره كده بشكل مبسط جدا، اللي هي اللي حضرتك عارفاها بتتعمل. طب ايه راي حضرتك؟ تتعمل انا اسفه اذا كنت هقترح، بس يعني اذا كنت اتفضلي حضرتك اتفضلي. بس ايه رايك مكتبه اسكندريه تعمل مسابقه عامه لكل الشباب والفتيات ايا كان سنهم، صغير او اكبر شويه، اللي عندهم القدره على توصيل المعلومات سواء عن طريق التيك توك او انستغرام او فيديوهات، وبالتالي نختار اكتر الشباب اللي يقدروا يلخصوا الافكار اللي حضرتك بتشير لها سواء فلسفيه او تاريخيه او اجتماعيه. فكره عبقريه ان احنا ازاي نعمل التلقين، وبدل ما تبقى في كتاب تبقى موجوده على التيك توك، تبقى موجوده على الانترنت، تبقى موجوده على يوتيوب. اقدر مش تقليلا من القراءه اللي انا طبعا بحترمها احترام عظيم، انما هو استغلالا للمنابر الاكثر توصيلا للاصغر سنا. انا بشكر حضرتك جدا انك تطرقت لهذا الموضوع، لان انا كان في ذهني ان احنا بنعمل الكتب دي صغيره جدا، كتاب 30 صفحه فقط، بيقرا فيه مثلا مسرحيه شكسبير، بيعرف فيه كتاب هيجل فرمولوجيا مثلا، يعني صغير، كتاب بيعرف فيه نجيب محفوظ ولاد حارتنا، بدي نماذج سريعه كده، وهو داخل المكتبه بيشتري مثلا مج زي ده كده، في حاجات مثلا مكتوب عليها المكتبه ولا اي حاجه، فبياخد برده 3 كتب ولا 4 كتب بس بمبلغ بسيط جدا، ممكن ب 10 جنيه مثلا سعر التكلفه بالظبط كده، مش هنكسب ولا نعمل منها حاجه، وفي نفس الوقت بناخد الكتب دي ونعمل منها اللي حضرتك بتقولي عليه ده، ان احنا نحولها الى تبقى ديجيتال، يقدر يقراها على موقع المكتبه او تبقى لها موقع خاص بيها، ونقدر كمان نعمل منها، وده خطه احنا بدأناها فعلا دلوقتي، افلام قصيره جدا جدا، وكنت بتكلم وانا جاي في السكه مع الشخص اللي انا مكلفه يعمل الحكايه دي، افلام قصيره جدا كده، لانه في المكتبه هنا في القريه الذكيه حاجه اسمها مركز التراث الحضاري. مركز التراث الحضاري عامل حاجات هايله جدا، يعني يعني عامل توثيق لكل التراث الطبيعي والحضاري اللي في مصر. مفيش حيوان على ارض مصر الا معامل له فعيل. ومفيش مثلا حديقه قديمه او نبات. مثلا محميه طبيعيه او مكان مهم جدا في مصر الا وعامل له فعيل. والفعيل ده ديجيتال واحيانا بيبقى متحرك كمان يعني. مفيش اثر في مصر الا معامل له فعيل في الاثار، موثق كل الاثار. كل الثقافة المادية، كل القصور اللي موجودة في مصر والكنائس والأديرة، عامل لها شغل هايل جدا. احنا محتاجين برضو ده نوريه للناس، محتاجين برضو ان احنا نعمل منه برضو أفلام قصيرة صغيرة كده، دقيقة أو دقيقتين، يقدر يشوف منه في مثلا الروعة، روعة البداء مثلا بتاع مسجد احمد بن طولون مثلا، ومن خلال يعني حاجه صغيره كده الافكار كلها، يعني في حضرتك بتقول حاجات عظيمه، كانت اضافتي بس ان هي تبقى مسابقه مطروحه للشباب، لانه اهم ما يميز مكتبه الاسكندريه ومنذ انشائها من 20 سنه هو انفتاحها على المجتمع. قد ايه كنت دايما ببقى سعيده وانا رايحه وشايفه طوابير من المدارس او من الرحلات، ناس رايحه جايه. يمكن يكون الانفتاح بعد 20 سنه يبقى عن طريق الانترنت، انه تبقى علاقتكم بالشباب مباشره، يقدموا اللي عنده شغف بده هيقدر يحقق او ينفذ الماده بشكل اكثر توصيلا للناس. نكتشف كمان كتاب، نكتشف ناس مبدعين. بالظبط، يعني هو مجرد حلقه، وجود مسابقه مطروحه لكل الشباب صحيح. في مصر كلها ممكن يضيف حركه مختلفه. المكتبه بتعمل مسابقات، وده ممكن يبقى يعني حاجه لتاسيس هذه المكتبه الصغيره، من الشباب هم اللي يعملوها والشباب هم اللي يقروها.